يعني صباح الخير يا فندم. في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه تان تي في، وعايزه اعرف من حضرتك ابرز الاستعدادات اللي اتخذتها محافظه القاهره لاستقبال المرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب 2020. بصبح على حضراتكم وعلى جميع السادة المشاهدين. بدأت اليوم طبعا الانتخابات في محافظة القاهرة وفي العديد من المحافظات من ضمن المرحلة الثانية. تم طبعا يعني استعداد للعملية الانتخابية قبلها بفترة، بحيث ان احنا يعني في تنسيق تام مع جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية. طبعا العملية الانتخابية بتتم في ظروف خاصة وهي جائحة كورونا، فكان لابد من ان احنا نأكد على الاجراءات الاحترازيه اللي تتم اثناء العمليه الانتخابيه. تم مراجعه جميع المراكز الانتخابيه، وتم التاكد من توافر جميع المستلزمات الطبيه فيها، وتوافر عدد كافي من الكمامات وبوابات التعبئه. ويعني تم التاكيد على ان الناخب لابد ان يكون في تباعد بينه وبين المواطن الاخر يعني اثناء تواجده داخل المركز الانتخابي. بالنسبه للتامين المراكز الانتخابيه، القوات المسلحه ووزاره الداخليه انتهت قبل العمليه الانتخابيه من وضع القصف الامنيه الخاصه بها، وتم استلام المقر الانتخابي قبل موعد اجراء العمليه الانتخابيه. النهارده الحمد لله بدات العمليه الانتخابيه في موعدها الساعه 9 صباحا. تم انتظام العمل في جميع اللجان الانتخابيه على مستوى القاهره، 1431 لجنة لعدد الناخبين في القاهرة 7,797,709 مواطن. نأمل من جميع المواطنين يعني يبقى في إقبال على العملية الانتخابية. أي أنا شايف النهاردة من الصباح الباكر الحمد لله إن في إقبال كبير على المراكز الانتخابية زي ما حضراتكم شايفين في الخلفية. في إقبال كبير على جميع اللجان. يمكن قبل بدء الموعد الفتح اللجان كانت المواطنين متواجده وبتاخذ اماكنها للادلاء باصواتهم. ان شاء الله طبعا اليوم يعدي بخير وسلام وباكر، وتنتهي العمليه الانتخابيه ويبقى عرس انتخابي يليق بمصر. بنقول لجميع المواطنين انزل وشارك بصوتك بدون يعني تدخل، بشفافيه تامه وبحياديه. فيش اي تدخل، في تعليمات لجميع المسؤولين بعدم التواجد داخل اللجان الانتخابيه، الجميع متواجد خارج اللجان للتنظيم فقط. برضو ايضا انا يعني باكد ان شاء الله اليوم هيعدي على بخير وهيعدي بهدوء، مفيش اي مشاكل خالص، ولكن لابد ان احنا في ظل هذا التوافد الكبير من المواطنين على المراكز الانتخابيه لابد ان احنا نتبع الاجراءات الاحترازيه ونأكد عليها. اللي في تنسيق مع وزاره الصحه في يعني طبعا من توافر المستلزمات الطبيه وجاهزيه جميع المستشفيات، وخطه الاسعاف متواجده في بالقرب من المراكز الانتخابيه. يعني في خطه متكامله تم اعدادها بحيث ان العمليه الانتخابيه تمر بهدوء ان شاء الله، وتمر ويبقى عرس ديمقراطي يليق بمصر ان شاء الله. يمكن دي كانت ابرز المعلومات اللي رصدها لينا سياده المحافظ مع عدد من الاعلاميين من امام مقر لجنه الجامعه العماليه بمدينه نصر. عوده ليكي معها مره ثانيه.